السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن reading techniques بشكل عام، سواء لأي امتحان placement test، سواء كان امتحان TOEFL أو IELTS أو SAT أو STED أو حتى Franklin exam اللي هو الامتحان البديل لSTED. هيكون تركيزنا النهاردة على الامتحان البديل لSTED اللي هو امتحان Franklin. هنبدأ بإيه؟ أول حاجة هنتكلم عن kind of questions، نوع الأسئلة في reading. هنتكلم عن wrong answers في أي اختبار الخاص بجزئية الريدنج. هنتكلم عن techniques to overcome reading hardships، التقنيات اللي أنا ممكن أستخدمها علشان خاطر أتغلب على الصعاب أو المشاكل، اللي هي غالبا بتكون time management، الوقت ما بيكونش سامح إن أنا ألحق أخلص الريدنج كله. Inferred أو implied or implied questions، الأسئلة اللي بتسأل عن الاستنتاجية، الأسئلة اللي بتطلب إن أنا أكون أستنتج مش بتبقى موجودة بشكل صريح في البسج. وآخر حاجة difficult vocabulary أو difficult words، الكلمات الصعبة. يبقى النهاردة نتكلم عن kind of questions wrong answers that you should avoid، الإجابات الخاطئة اللي احنا المفروض نعملها elimination نستبعدها، والتقنيات اللي احنا نستخدمها عشان نتغلب على ثلاث مشاكل أو المشكلتين الأساسيتين اللي هي time، الوقت، والكلمات الصعبة. أول حاجة kind of question، أنواع الأسئلة في reading بتكون main kind sorry main idea. يعني إيه main idea؟ يعني الفكرة الرئيسية. يعني عادي جدا في أي اختبار placement test بيجيب الباسج طويلة أو قصيرة، ممكن يسألني عن المين ايديا. المين ايديا مقصود بيها الفكرة الرئيسية، يعني ايه الهدف، المغزى الأساسي، الغرض الأساسي من كتابة الباسج، هي يعني ايه الفكرة الرئيسية بتاعة الباسج، فبنسمي دي مين ايديا. ممكن تجيب أكتر من طريقة، ممكن يقول بصراحة what is the main point، what is the main idea، ممكن يقول what is the main purpose، ممكن يقول this passage is mainly about، ممكن يقول this passage basically discusses، يعني الباسج بتناقش ايه بشكل اساسي، او الفكره الاساسيه بتاعه الباسج، او الغرض الاساسي من الفكره من الباسج. وده بيجي سواء كانت الباسج قصيره او طويله. هنتكلم مع بعض، نقول انت لو انا جالي السؤال ده الاقي الاجابه فين بالظبط. السؤال الثاني بيبقى او النوع الثاني من الاسئله بيكون specific details. specific details مقصود بيها تفاصيل محدده. طبعا اذا كان الاولى بستخدم حاجه اسمها السكيمينج، ان بقرا الباسج بسرعه جدا عشان ادور على الفكره الرئيسيه، او بقرا حاجات معينه في الباسج. فنمبر 2 سبيسيفيك ديتيلز محتاجه حاجه اسمها سكانينج، كاني بعمل بالظبط سكان، يعني بدور بالظبط كان لما جهاز الكمبيوتر مثلا بيعمل سكان فبيجي بسرعه 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 يدور على فيروس وياخده. نفس اللي احنا بنعمله سكان، بعمل ايه؟ بدور على الكلمات المفتاحيه في السؤال، الكي ووردز الاساسيه عندي في السؤال، بعمل لها هايلايتنج وبروح ادور عليها حتى لو مش فاهمه بقيه الباسج، بدور على التفاصيل المحدده دي. وده جه كتير في امتحان فرانكلين، اغلب الاسئله في الامتحان التجريبي جت من اغلبها كانت سبيسيفيك ديتيلز، تفاصيل محدده من الباسج. وطبعا التفاصيل دي بتكون اكسبليسيتلي ستيتد، بمعنى واضحه ومكتوبه، مش شرط تكون مكتوبه بنفس استخدام الكلمات بس المعنى نفسه واضح، المعنى بيكون واضح explicit، يعني أنا مش محتاجة مش implicit، يعني مش بمعنى ضمني، لا ده معنى واضح ومكتوب وأنا محتاجة أفهمه بس عشان أعرف أجاوب السؤال. تلات حاجة number three اللي هي drawing inferences، كلمة اللي هي مقصود بيها عمل الاستنتاجات، يعني ممكن يجيب لي passage reading ويسألني تستنتج إيه من الكلام ده. صعوبة السؤال ده إن هو مش بيبقى مكتوب صراحة، يعني الإجابة ما بتبقاش مكتوبة إن إحنا نقدر نستنتج كذا، لا أنا بقرأ وأنا بعد ما أنا بقرأ أنا أقدر استنتج حاجة معينة، مش شرط تكون مكتوبة، بس لازم يكون في دليل في الباسج عشان يسمح لي أو يعرفني إن أنا لازم أستخدم الدليل ده أو أستخدم الإجابة دي. فdrawing inferences يقصد بيها عمل الاستنتاجات، شوية بيكون سؤال صعب. ففي أغلب الكتب إذا السؤال صعب جدا وياخد مني وقت طويل، في الحالة دي بجاوبه بي أو سي وبدخل على السؤال اللي بعده مباشرة. ليه؟ لأنه time consuming، بيضيع وقت طويل من في الوقت، بيضيع لنا وقت طويل، إلا إذا طبعا كان سهل، بس أقصد إذا كان صعب شوية فالأفضل إن أنا أحله أي سؤال بشكل عشوائي B أو C، الغالب 65% من الإجابات بيكون B أو C، فممكن أحله B أو C أو وأدخل مباشرة على السؤال اللي بعده من غير ما أضيع وقت. In case عرفت إن ده مش الإمكانية دي مش متاحة في كل الامتحانات، وخصوصا اذا كانت امتحانات كومبيوترايز مش امتحانات ورقيه، بس اقصد ان كيس عرفت جالي خلصت وقتي وعندي وقت تاني ارجع له، ممكن ارجع له السؤال ده تاني. اذا ما عنديش وقت ارجع له تاني فخلاص، او الوقت دايما بيكون قليل والوقت مش سامح، فحطه بي او سي وادخل على طول مباشره على السؤال اللي بعده، لانه فعلا تايم كونسيومينج وبياخد وقت طويل. نمبر 1 و 2 و 3 موجودين كتير في، او خصوصا 1 و 2 موجودين كتير في امتحان فرانكلين، اللي هو drawing inferences مش موجود كتير في الامتحان.
بس كان موجود سؤال او اتنين في الامتحان التجريبي، لكن هو مش موجود كتير. فالتركيز بتاعنا هيكون في الغالب على نمبر 1 و 2 في التكنيكس. نمبر 4 اللي هو تون، تون او الاتيتيود، اتيتيود بتاع الكاتب المقصود بيها الحاله المزاجيه بتاعته، يعني هل هو سيريس، هل هو جاد، هل هو فاني، تشيرفول، هل هو ساتيريكال، هل هو ساركاستيك ساخر، هل هو هجائي، هل هو يو نو ايموشنال. فهنا دي الحاله المزاجيه. احيانا بيسال الكاتب يقول لك طب تفهم ايه من الحاله المزاجيه من الكتابه هنا. طبعا ده برضو بيعتمد على الكلمات اللي هي بتعبر عن المود. الكونتست مينينج ده برضو مش موجود في امتحان فرانكلين، اللي هو بيجي لي فرانكلين بيجيب لي زي بيجيب لي كلمه معينه، الكلمه دي معناها ايه في السياق. والتكنيك بتاع السؤال ده ان في الغالب الكلمه اللي بتستخدمها اما تكون commonly less words، commonly less used words، كلمه ما بتستخدمش كتير، بتكون الى حد ما sophisticated، كلمه صعبه، او لو جاب لي كلمه سهله فبتكون في الغالب ما بناخدش المعنى اللي هو الظاهر بتاعها. يعني مثلا زي ما اتفقنا امبارح اما اقول مثلا زي كلمه green، لو قلت my brother is green، اكيد green هنا مش معناها اخضر، اكيد هنا مش معناها اخضر، بس ممكن افهم من السياق ان معناها inexperienced، يعني ما عندوش خبره كتيره، او ساذج شويه، او لسه بريء، عضو اخضر يعني. فلما بيجي لي حاجات زي كده الكونتكست مينينج، الكونتكست مينينج او وورد ان كونتكست، بيجي لي كلمه في السياق يقول لي معناها ايه، في الغالب انا ببعد عن المعنى الاول للكلمه اذا كانت سهله، او اذا انا عارف معناها اوريدي والكلمه دي سوفيستيكيتد وحافظها، فغالبا بيجي لي معنى بتاعها اللي هو اللي انا حافظه. يعني كلمه تبقى شويه صعبه ففي الغالب بيجيب لي معناها الاساسي لان هي صعبه، فمعنى ان انا حافظها وعارف معناها فده بيكون كويس. عندي كمان تكنيك، التكنيك طبعا مقصود بيها الرايتنج ستايل، اسلوب الكتابه، يعني طريقه التنظيم الكتابه، التكنيك بتاع الكاتب شكله عامل ازاي. ففي الغالب ما في الغالب الامتحانات كلها بتغطي كل الانواع دي، بس امتحان فرانكلين امتحان التجريب اللي احنا شفناه في فرانكلين بيغطي في الاساس نمبر 1 ونمبر 2 وبسيط نمبر 3، لكن ما فيش اسئله لا سالت عن التون ولا الورد مينينج ولا التكنيك. نكمل بقى مع بعض. طيب ايه بقى الهارد ووردز او ايه الكلمات الصعبه اللي احنا المفروض انا بستبعدها لما باجي الاجابات اللي هي غالبا بتكون غلط او بتكون غير صحيحه؟ ناخدها واحده واحده. اول حاجه wrong answers seem appealing، بمعنى الاجابات الخاطئه بتبدو جدا مقنعه وبتبدو جذابه، يعني اول ما اشوفها بحس انه والله لا ده it makes sense، بمعنى ان احنا ما نتوقعش ان الاجابه الخطا هتكون سيلي، هتكون سخيفه، او هتكون ستوبيد، ان هي تكون ان اي حد هيقدر يعرف ان دي اجابه خاطئه من غير حتى ما يقرا المسج. لا، هي رونج انسرز فعلا بتبدو ابيلينج، بتبدو صحيحه. ودايما لما بيطلع مثلا طالب في الامتحان انا متاكد ان اجاباتي كلها صح، في الغالب بيكون عنده كتير اجابات غلط. فنبدا نستبعد فكره ان الاجابات الغلط هتبدو غلط، لا هي مش هتبدو غلط، هي بتبدو فعلا صحيحه جدا وبتبدو as perfect as the correct one، بتبدو صحيحه زيها زي الاجابات الصحيحه. نمبر 1. نمبر 2 extreme answers، الاجابات اللي فيها extreme answers بتبقى غلط، يعني extreme يعني متطرفه شويه، يعني لو لقيت اجابه فيها كلمه never او best او all او no one او everyone او each one او impossible او none او worst، في الغالب ما بقولش دايما، في الغالب بتكون غلط. ليه؟ لانها بتعبر عن generalization، كل الكلمات دي فيها generalization تعميم، وغالبا التعميم بيكون غلط. اما اقول مثلا اما اقول اي مثال اما اقول no one lives in Australia او everyone lives in Australia، كل الناس بتعيش في استراليا، فدي طبعا اكيد غلط. الإجابة دي هات extreme answers، ما أقدرش أقول everyone likes him، كل الناس معجبة بيه، طبعا ده غلط، مستحيل الناس كلها all people agree that، كل الناس بتتفق على، في الغالب ده بيكون doesn't make sense شوية وما بيكونش دقيق، الإجابة دي ما بتكونش accurate، ففي الغالب بتكون غلط. خصوصا في امتحان التوفل الـ IBT، امتحان التوفل الدولي، الإجابات اللي بتكون فيها never أو best أو أي حاجة فيها extreme answers بتكون الإجابة دي خاطئة. يعني مثلا حتى واحنا بنكتب موضوع رايتنج ما ينفعش اقول all people agree that، الافضل ان اقول most people agree that، او the majority of people agree that، او a lot of people agree that، او so many people agree that، يعني اقول اغلب او معظم او الاغلبيه العظمى من الناس بيعتقدوا ان، غير ما اقول كل الناس بتؤمن بيه، لان كل الناس بتؤمن ده اسلوب دعائي مش شرط مش صحيح. تمام؟ ففي لما انا احاول اجاوب امتحان اختياري وجات لي حاجه زي كده يستحسن استبعدها في البداية، الإجابات اللي بيكون فيها everyone أو no one أو all أو never أو all the time أو always، الحاجات دي في الغالب
مش دايما بس بنقول في الغالب بنسبة من 70 لـ90% بتكون غلط، نستبعدها. ايه كمان؟ two specific answers. السؤال ده خصوصا او الاجابة الخاطئة دي خصوصا بتكون في المين ايديا، يعني ما ينفعش اسألك عن فكرة رئيسية، الفكرة الرئيسية بتتكلم عن ايه، وبدل ما اديك في الاختيارات الفكرة الرئيسية اديك specific answers تفاصيل، اديك examples امثلة او reasons اسباب، ما اديكش الفكرة الرئيسية، ما اديش الفكرة الرئيسية. يعني ممكن نفس المثال اللي استخدمناه امبارح، اقول TV، ممكن اقول TV is like you know one of the most important means of entertainment، ده الفكرة الرئيسية بتاعت المسج. بقولش TV بيتكلم عن التوك شوز، لا هو مش بس التوك شوز، لان TV في موفيز وفي سيريز في بروجرامز وفي ماتشز وفي نيوز وفي سبورتس، في حاجات كتير مش بس توك شوز. فلو حطيت ان انا قلت والله على سبيل المثال في توك شوز بيبقى انترتيننج واميوزنج، ده تو سبيسيفيك، يعني انا اديتك مثال ما اديتش الفكره الرئيسيه، فده في الغالب نتجنبه في سؤال اذا طلب الفكره الرئيسيه. نوت منشن ده جه كتير جدا في امتحان فرانكلين، نوت منشن بمعنى الاجابه ممكن تكون فعلا صحيحه لكن هي نوت منشن ان ذا مسج، عندي باسج ما عندي باسج ما ظهرتش اصلا في الباسج، يعني انا ما استنتجش الاجابه. يعني ممكن يديني باسج الاجابات اللي فيها والاختيارات فيها كلها تبدو صحيحه وكلها فعلا ممكن تكون صحيحه، بس انا محتاجه بس اللي ذكر في الباسج، ما ينفعش انا استنتج استنتاج شخصي واقول اه فعلا لا هو فعلا صحيح، لانه اكيد اكيد يعني هو اكيد مهم والنقطه دي اكيد مهم، هي اكيد مهمه، بس هل السؤال هنا هل هي ذكرت في الفقره ولا لا؟ لو ما ذكرتش في الفقرة انا مش المفروض ما اجاوبهاش، حتى لو استنتاجي الشخصي صحيح، حتى لو انا عندي prior knowledge، عندي معرفة سابقة بالموضوع وعارفة ان الحاجة دي صح، بس طالما ما ذكرتش في البسج يبقى ما استخدمهاش. يعني المقياس بتاعي هو البسج، هو الفقرة اللي بقرأها، اذا الاجابة دي ذكرت في الفقرة يبقى اختارها، اذا الاجابة دي حتى لو صحيحة بس ما ذكرتش في الفقرة يبقى ما اختارهاش، طالما مش السؤال استنتاجي، سؤال بيقول لي طبقا according to the passage، وفقا للباسج، وفقا للقطعة او وفقا للمقطع المذكور. فانا المعيار بتاعي هو المقطع المذكور، هل ذكر فيه الحاجات دي ولا لا، فبدور على الاجابة اللي ذكرت فعليا. اذا جاب لي اجابة صحيحة بس ما ذكرتش في الغلط ده عندي بتكون غلط، اوكي يعني المفروض ما اختارهاش. هاف ترو، وده كتير تريك بيعملوها التستنج اللي هو الاكزامينرز اللي بيحطوا الامتحان بيحطوا اجابات هاف ترو، هاف ترو نصها الاول النصها في البدايه بتكون صحيحه وبعد كده بتكون خطا. يعني خلينا نقسمها لجزئين، الجزء الاول صح الجزء الثاني غلط، يعني نفس الاختيار. المشكله في الهاف ترو ان حتى الطالب لو فاهم كويس جدا بس ما عندوش وقت يقرا كل الاختيارات، فبيبدا يقرا بدايه الاختيار وعشان مش مركز وبسرعه وعايز يخلص يقوم جاي مختار الاجابه ده على طول، فدي مشكلتنا فعلا تريكي. فهناخد بالنا ان بعض الاجابات بتكون هاف ترو، بمعنى النص الاولاني وخصوصا الجزء الاول، الجزء الاول منها بيكون صحيح والجزء الثاني بيكون خطا، بس الطالب في سرعه بتاعه الوقت وعاوز ينجز بسرعه عشان يخلص كل الاسئله فما بيلحقش يقراها كلها، فللاسف دي مشكله. هاف ترو مفيش حاجه اسمها هاف ترو، انا اقصد الهاف ترو تعتبر غلط، ما اقدرش اقول لا بس هي كان الجزء الاول صح فلازم اخد هاف بوينت، لا هي مفيش هاف بوينت او مفيش حاجه اسمها هاف ترو هاف رونج، هو هاف ترو تعتبر خطأ، كل الإجابة تعتبر خطأ لأن أكيد في اختيار تاني هو الصحيح. new information إنه بيديني معلومات جديدة ممكن ما تكونش أنا أصلا عارفها ومعرفش صح ولا غلط، بس بيديني في الاختيارات new information، يعني لا ذكرت إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب وبتبقى جديدة خالص عن المسج مش موجودة إطلاقا، فدي بيجيبها في الاختيارات فطبعا غالبا بتكون غلط، مش غالبا هي طبعا بتكون غلط. repeated information literally الإجابات اللي هي بالشبه، بمعنى ان انا نفس الاجابه موجوده نصا في القطعه، في الغالب دي بتكون غلط، لانه خلينا يعني نحط نفسنا مكان اللي بيصحح او مكان اللي حاطط الاختبار، لو ده امتحان تحديد مستوى وهجيب لك الاجابه نصا من القطعه، ده مش امتحان ليفل 1 او جريد 1، ده امتحان بيكون غالبا للناس اوريدي خلصوا جامعه او داخلين جامعه، فبيكون امتحان ناس المفروض كبار المفروض عندهم mental skills مهارات عقلية يستخدموها، ففي الغالب الإجابة اللي نلاقيها نصا بالنص يعني copy وpaste موجودة في الاختيارات موجودة من القطعة copy وpaste، في الغالب دي بتكون غلط، اللي هي الإجابة المنقولة حرفيا من القطعة. ليه؟ لأن بمنتهى البساطة مش هنشبه، يعني هو مش هيشبه أو احنا مش هنشبه على الإجابات، يعني ما ينفعش أكون مش فاهم حاجة خالص في الآخر أدي له إجابة copy وpaste منها. نكمل مع بعض ايه كمان، يبقى ديت الاجابات الخاطئه. ايه الاجابات الخاطئه تاني مع بعض؟ اللي هي ال specific information، الكلمات اللي هي ال examples او details اللي مش اللي هو بيبقى ما بيكون محتاجه المين ايديا، كمان بيبقى خطا الكلمات المنقوله بالنص من القطعه تكون خطا،
بيكون غلط كمان ال half true، الإجابات اللي هي نص صحيحة ونص خاطئة. بيكون غلط كمان ال not mentioned، الإجابات اللي ما ذكرتش في القطعة حتى لو كانت استنتاج صحيح. بيكون غلط new information، اديك معلومات جديدة. في دي كلها بتكون إجابات، اللي هي بتكون إجابات المفروض أنا استبعدها وأنا بجاوب. يقال برضو طبعا extreme answers، الكلمات اللي فيها never و best و all و none، دي بتكون إجابات خاطئة. يقال برضو الحاجات الخاطئة أو الحاجات اللي أنا بقى ممكن أركز عليها وأنا بقرأ، الإجابات في الريدينج مش في الجرامر. الجرامر عكس الريدينج، بمعنى أقصر إجابة في الجرامر غالبا بتكون هي الصح، الريدينج أطول إجابة في الغالب بتكون هي الصح في الريدينج. ليه؟ لأن بعمل ريفريزنج للسؤال، بعمل ريفريزنج للإجابة، بمعنى إن أنا بيكون الإجابة موجودة عندي في الباسج فبعمل لها ريفريزنج. ريفريزنج يعني إعادة صياغة، وفي الغالب لما بنعمل إعادة صياغة الجملة اوريدي مكتوبة في الغالب بنزود عدد الكلمات وبنغير في الاستراكشر. في الحالة دي بيكون ديت مش نقطة 100% متأكدة منها، بس فعلا makes sense ان في الريدنج الإجابة الأطول إجابة في الغالب، مش خلينا في الغالب خلينا 50%، يعني خلينا نكون يعني شوية دقيقين، يعني 50% بتكون الإجابة ديت هي الأصح. ليه؟ لأنها بتكون إعادة صياغة للجزء اللي هو مكتوب في القطعة. نكمل بقى مع بعض reading techniques. reading techniques أول حاجة، أول أسهل حاجة في reading techniques أو أول حاجة يستحسن إن أنا أقرأ الأسئلة الأول. يعني إذا أنا إنسان الريدينج بتاعي كويس جدا والباسج بتاعتي بقراها حلو جدا وسريع fast reader، أوكي مش مشكلة، ممكن ما استخدمش أي reading techniques، أقرأ على طول الباسج، أقرأها حلو وأفهمها طالما أنا سريعة في القراية مش هاخد وقت طويل وأبدأ أحل الأسئلة. لكن لو أنا الريدينج بتاعي الريتم بتاعي مش سريع في الريدينج وان انا مش فاست ريدر، في الحاله دي بعمل ايه؟ يستحسن اقرا الاسئله فقط، اقرا الاسئله الاول، بعد ما اقرا السؤال ادور على الاجابه بتاعته في الباسج. ده هينفع الاسئله مش الاختيارات، يعني ما اقراش الاجابات لان لو قريت الاجابات هضيع وقت وهشتت نفسي اكتر، لان الاسئله غالبا الاسئله بتكون لازم تكون confusing، بتكون مثيرة للارتباك، يعني بتكون مربكة، فعشان انا هربك نفسي اكتر من اول ما اقرا الاختيارات قبل ما اقرا الباسج هيربكني اكتر. افعمل ايه؟ بقرا السؤال فقط لا غير، وببقراش الاختيارات، بقرا السؤال وبرجع ثاني للباسج بقراها. فايدة ده لي فايدتين، الفايدة الاولى انه to keep me focused، بيخليني مركز، يعني انا داخل اقرا الباسج انا عارف انا بدور على ايه، انا بدور على اجابة السؤال ده، فمش هسرح، مش هسرح كتير واقعد كل شويه اقعد اقرا وارجع اقرا تاني وارجع اقرا تاني، فده بيوفر لي وقت، saves my time، فده حلو ان هو saving time. النقطه الثانيه انه بغير انه هيساعدني ان اكون مركز هيوفر لي وقت، يعني هيساعدني اكون مركز، ده هيساعدني ان انا اوفر وقت، فده بيريحني اكتر وانا بحل ومش هكون متشتت، انا عارف انا بدور على ايه. يعني مثال لو انا قاعده دلوقتي زي ما اتكلمنا امبارح، لو انا قاعده في كلاس وطلبت من حد يروح الكلاس الثاني ويبص يروح الكلاس الثاني يشوف شكله عامل ازاي، لما يرجع لي تاني الطالب ده او الطالبه اقول لها طب هل هناك في ماركرز في هناك في الكلاس ده، ماركرز اللي هو قلم سبوره مثلا، لو في طب الوانهم كانت ايه، طيب هل في اي كتب هناك، هل المقاعد كانت موجوده بشكل مرتب، طب الوان المقاعد ايه، طب الوان الحوائط ايه، طب هل كان في هناك اي بوسترز معلقه على الجدران. طيب انا لو الطالب راح مره واحده وشاف الحاجات بشكل عام مش هيكون مركز على تفصيله معينه، غير اما اقول للطالب اوكي لو سمحت روح الكلاس الثاني وشوف هل هناك ماركرز ولا لا. في الحالة دي الطالب هيبقى رايح عارف هو بيدور، رايح لكلاس تاني عارف انه بيدور على ماركرز معينة، فمش هيضيع وقت، هو عارف راح بيدور هناك على ايه. نفس الحكاية هنا، فالتكنيك الاول في ريدينج يستحسن، خصوصا اذا كنت انا سلو ريدر قارئ بطيء، يستحسن ان انا اقرأ السؤال الاول مش الاختيارات، اقرأ السؤال وراح ادور عليه في الباسج. طيب خصوصا كمان نقطة تانية، طب انا لو جالي سؤال، لو السؤال ده ما كانش بيتكلم عن سبيسيفيك ديتيلز وكان بيتكلم عن مين بوينت، اعمل ايه؟ بمنتهى البساطة طبعا الأسئلة بتاعت المين بوينت بعمل حاجة اسمها skimming the passage. skim the passage ان انا بجيب الخلاصة، بالظبط زي ما اقول كده skim the milk، ان انا اجيب الميلك الحليب بسيبه او لبن بسيبه لحد ما يعمل القشرة الخارجية بتاعته، ومجي واخدة كل skimming، تعمله skimming، بشيل كل الخلاصة بتاعته، الزبدة بتاعته بشيلها كلها، هو ده نفس الفكرة. طيب ده بلاقيه فين الفكرة الرئيسية في القطعة او مكانها فين؟ في مكانين، يا اما بلاقيها لو قطعة طويلة غالبا بلاقيها في الانترودكشن، لو عندي تايتل للقطعة سهل جدا ان يبقى سهل عليا اعرف المين بوينت او المين ايديا بتاعت الباسج من التايتل من العنوان، فبدور على الاجابة الكلوزست الاقرب للعنوان. طب لو ما عنديش عنوان بقرا الانترودكشن، وخاصة اخر جملة في الانترودكشن،
اخر جمله في الانترودكشن، لما بنقعد نكتب رايتنج اسيز، لما بنقعد نعمل اسيز ونكتب مقالات، اهم جمله في المقال كله هي اخر جمله في الانترودكشن. ليه؟ لان هي الاورجنايزنج سنتنس، هي الجمله اللي بتنظم لي كل الفقره، كل الفقرات اللي جايه. يبقى لو باسج جات لي في الامتحان باسج طويله، بيكون المطلوب مني ان انا بقرا اخر جمله في الانترودكشن لو ما عنديش وقت خالص، اخر جمله في الانترودكشن او بقرا الانترودكشن كامله لو انا عندي وقت عشان طلع الفكره دي. طب لو الباسج قصيره، لان امتحان فرانكلين هو 20 قطعه عليهم 20 سؤال، فدي حاجه حلوه كويسه يعني، الباسج في الغالب ما بتكونش طويله. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ يستحسن اقرا لو ما عنديش وقت خالص اقرا اول جمله او اخر جمله، يعني اقرا اول جمله في الباسج او اقرا اخر جمله في الباسج. ده هو ده الفكره الرئيسيه اللي هلاقيها فيه، ده المكان اللي هلاقي الفكره الرئيسيه. تمام. لو انا عايزه اعمل سكيمنج لباسج طويله قوي وفيها حاجات كتير وانا عايزه اركز بس على الافكار الرئيسيه بتاعتها، فبقرا الانترودكشن كلها، بقرا اول جمله من كل فقره، ده لو كانت الباسج طويله. لكن في فرانكلين الباسج بتكون في الغالب قصيره، فبنعمل ايه؟ فبنقرا اول جمله او اخر جمله اذا ما عنديش وقت. طبعا اذا انا عندي وقت وعندي رفاهيه ان اقرا كله، يستحسن طبعا ان اقرا كله علشان خاطر اضمن ان اجابتي تكون صح. لكن لو ما عنديش وقت والوقت بيجري مني وانا عارف ان انا هضيع وقت في القرايه، الحاله دي بقرا the first and the last sentence، لان the first sentence هي topic sentence، التوبك سنتنس اللي مقصود بيها الفكره الرئيسيه، واللاست سنتنس هي الكونكلودنج سنتنس، الجمله الختاميه اللي بيكون فيها ريفريزنج للفكره الرئيسيه، اعاده صياغه للفكره الرئيسيه. تمام. نكمل مع بعض. ايه بقى الاختيارات اللي بيحطها لي في سؤال المين ايديا؟ لما بيجي لي مين ايديا، ايه الاختيار اللي هو بيحطه لي؟ في الغالب بيحط لي الاختيار اللي هو اربع اختيارات، واحد منهم بيكون تو وايد. يعني ايه تو وايد؟ يعني تو جنرال، عام جدا. يعني لو هنرجع تاني للفقره بتاعت التي في او اللي اتكلمنا عنها، لو انا بتكلم عن الباسج دي اساسا بتكلم عن التي في از يو نو از ا واي اوف انترتينمنت او اميوزمنت، ممكن يجي لي في الباسج يقول لي دي بتتكلم عن ديفرنت وايز اوف اميوزمنت. لا طبعا هي ما بتتكلمش عن different ways of amusement، لان الانترتينمنت او الاميوزمنت مش شرط يكون بس تي في، في تي في وفي سينما وفي باركس وفي going out وفي shopping، دي كلها means of entertainment. الفقره دي بتتكلم بس عن التي في. فلو هو جالي في الامتحان يقول لي والله ده انترتينمنت، في طالب يقول لك اه صح فعلا، ما هو ده بيتكلم عن فكره الانترتينمنت، لا احنا بنتكلم عن التي في بس. ده بنسميه الاختيار ده بنسميه too wide أو too general، بمعنى إنه أكبر بكتير من اللي المحتوى الفقرة عايزاه، أو يديني too specific يعني يديني تفصيلة واحدة بس أو تفاصيل ذكرت في القطعة بس ما هياش الفكرة الرئيسية. أنا ممكن أقول والله إن ناس كتير بتفضل مشاهدة الماتشز والسبورتس في التي في، دي تفصيلة معينة في الموضوع ما هياش المين بوينت، فلو جابها لي في الاختيارات على طول أتجنبها. ممكن يجي لي كمان الريليفنت، الريليفنت يعني اجابه ملهاش علاقه، ليها علاقه بالباسج بس ملهاش علاقه بالفكره الرئيسيه. تمام. يعني مثلا ممكن اقول والله ان التي في بيضيع وقت كتير، واحيانا ممكن لو الاطفال اتفرجوا عليه وقت كتير بيزود عندهم النزعه العنف، بيكونوا اجريسيف. اوكي ديت موجوده في القطعه ومكتوبه، بس هي الريليفنت وذا مين بوينت. انا ما بكلمش هنا عن العنف عند الاطفال، انا بتكلم عن فكره التي في او التلفزيون كوسيله للترفيه. فلما يجي لي كده في الاختيارات دي بتكون relevant to the main point. فلما يجي لي سؤال main point ابقى عارف وانا بفكر في الاختيارات ان هيجي لي حاجه too specific، حاجه تفاصيل هو حاططها لي في الاختيار، ابقى عارف ان انا وانا بدور في الاجابه هلاقي اجابه بتتكلم عن تفاصيل انا مش محتاجها، او بتتكلم عن حاجه relevant مش مرتبطه بالنقطه، مش مرتبطه بالفكره الرئيسيه، او نقطه بتكون كبيره جدا على محتوى الموضوع. ده السؤال ده اللي هنقراه مع بعض ونحله مع بعض، ده موجود في امتحان فرانكلين. هنقرا مع بعض، كان ده سؤال واحد بيتكلم تقريبا عن المين بوينت، فنقرا مع بعض ونترجم مع بعض ونشوفوا الاختيارات نطبق عليها الكلام اللي قاله. هنا بيقول United States senators have offices in both Washington and the state they come from. السيناتورز مقصود بيها اعضاء مجلس الشيوخ، يعني اللي هم في السنت، هم عندهم حاجه اسمها كونجرس وعندهم حاجه اسمها سنت. الكونجرس اللي هو شويه ممكن يكون اقوى، والسنت اللي هو اعضاء مجلس الشيوخ اللي هو شويه راي استشاري، زي عندنا مثلا مجلس الشورى في مصر. هنا بيقول United States Senators أعضاء مجلس الشيوخ في أمريكا عندهم مكتبين in both Washington في العاصمة and the state they come from، الولايات اللي جم منها. A senator uses his or her state office to provide help and advice to people who live in the state. السيناتور بيستخدم اللي هو عضو مجلس الشيوخ، بيستخدم ممكن يكون رجل أو ممكن يكون سيدة، فبيستخدم مكتبه أو مكتبها اللي في الولاية علشان يوفر المساعدة والنصيحة للناس اللي هم عايشين في المقاطعة دي أو في الولاية دي. For example, a family may want their sponsors help getting an emergency leave for a son or a daughter in the United States Army.
على سبيل المثال ممكن عائلة بتكون عايزة من الممثل بتاعها في مجلس الشيوخ انه يديلها مساعدة او يوفر لها يد العون ان هي تاخد مغادرة طارئة لابنها او بنتها من الجيش الامريكي. By performing such services, إن هما لما بيأدوا هذه الخدمات, the senator hopes to keep the voters in the state happy with the person they elected. عضو مجلس الشيوخ سواء بقى كان ذكر أو أنثى بيأمل إنه يجعل المصوتين اللي هما صوتوا له أو المنتخبين في الولاية سعداء بالشخص اللي اختاروه. الفكرة دي طبعا السؤال احنا اتفقنا بنقرا السؤال الأول, فهنا what's this passage about؟ مقصود بيها الفقرة دي بتتكلم عن إيه؟ هي بمنتهى البساطة بتقول إن والله أعضاء مجلس الشيوخ في أمريكا عندهم مكتبين, مكتب في واشنطن العاصمة ومكتب في الولاية اللي جايين منها. وبيقول كمان إن عضو مجلس الشيوخ بيستخدم المكتب بتاعه اللي في الولاية علشان يوفر دعم أو مساعدة ونصح للناس اللي عايشين في الولاية دي, مثلا زي لو في عائلة عايزة ابنها ياخد أو بنتها تاخد مغادرة طارئة من الجيش فبتساعدهم. فبيقول عن طريق أداء هذه الخدمات بيأمل اللي هو عضو مجلس الشيوخ إنه يكون الناس سعداء باختياره. طيب البس جيت تتكلم عن ايه؟ نشوف الاختيارات. How to become a United States Senator. How to become a United States Senator يعني هاي كيف تصبح عضو في مجلس الشيوخ الامريكي. طيب دي too wide جدا. يعني ايه too wide جدا؟ يعني اكبر بكتير من محتوى الموضوع. يعني البس جي ما بتتكلمش عن خطوات اللي انا المفروض اتبعها عشان اكون عضو في مجلس الشيوخ, فدي طبعا غلط. في ناس يقول لك لا, شايفين هنا United States Senators وهنا United States Senator, فالاثنين قريبين من بعض فنختارها. دي literal answer, الإجابة الكابل دي في الباسج بتكون غلط, في الغالب بتكون غلط. فدي طبعا too wide, يعني أكبر بكتير من محتوى الموضوع اللي احنا عايزينه. Why the United States has senators, طبعا اختيار ايه مش صحيح, نعمله elimination نستبعده. B, why the United States has senators, ليه امريكا لازم يكون فيها senators او لازم يكون عندها اعضاء مجلس شيوخ. دي برضو لو ده الاجابة الصح يبقى لازم اكون حاطة list of reasons, يعني حاطة كده قائمة بالاسباب واقول ليه لازم امريكا يكون فيها اعضاء, ايه فايدة مجلس الشيوخ اصلا في امريكا, وليه ان انا لازم يكون فيه senators في امريكا. فده كمان اكبر بكتير من محتوى الموضوع المطلوب, لان لو ده اجابه صحيحه المفروض اكون حاطه يبقى القطعه ما تجيش كده خالص. القطعه المفروض يكون فيها ان في there are different reasons why like you know the senate is really important in America, في اسباب كتير ليه السنه مهم جدا في امريكا. طب الاجابه الصحيحه عندنا هنا how senators help people in their state, ازاي السناترز ازاي اعضاء الشيوخ او اعضاء مجلس الشيوخ بيساعدوا الناس في الولايات. وطبعا دي الاجابه الصح. ليه؟ لانه قال لي بمنتهى الصراحه في اول جمله واخر جمله بيقول ان عندهم مكتبين, مكتب في واشنطن ومكتب في الولايه بتاعتهم, وعندهم الخدمات دي بيوفروها علشان يخلوا الناس سعداء. فجابت له خلاصه الموضوع ازاي هم بيساعدوهم عن طريق المكاتب بتاعتهم اللي موجوده سواء في العاصمه او في الولايه. طبعا دي الإجابة صح لأنها perfectly matched like you know يعني summarize it all, بتلخص الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة. طب number D, letter D, the people who work for senators, الناس اللي بتشتغل عند senators ديت أصلا not mentioned. هو إحنا هنا في البسج هل هو ذكر أي حاجة خالص عن الناس اللي بتشتغل عند senators؟ طبعا لا. فلما يجي لي سؤال زي ده في الامتحان فطبعا ديت we have to eliminate it, لازم نستبعدها. لما يجي لي سؤال زي ده في الامتحان اول حاجه بنتجنب الاجابات too general اللي اوسع بكتير من محتوى الموضوع, يعني مدخله في محتوى الموضوع حاجات مش متجنها فيه, او too specific اللي بتتكلم بس على التفاصيل. ونفتكر ان المين بوينت بتكون موجوده في اول جمله او في اخر جمله لو كانت الفقره قصيره. يعني بمنتهى البساطه ادور على اول جمله وادور على اخر جمله واقراهم عشان اطلع المين بوينت لو ما عنديش وقت اقراها كلها. طب نيجي للنقطة التانية في التكنيكس اللي هي الحاجة التانية scan the passage for details, وده كان أغلب الأسئلة موجودة في امتحان فرانكلين كانت على النقطة دي scan the passage for details اللي هي بندور على details. وده اتفقنا هنا كالعادة بنقرأ السؤال الأول عشان أدور على عشان ما ضيعش وقتي وأقعد أقرأ الباسج كلها وبعدين أدور تاني على أقرأ السؤال أكتشف إن أنا ما كنتش مركز على النقطة دي في الإجابة في الباسج فأرجع تاني أقرأ الباسج. فده اللي هي back and forth إن أنا أرجع تاني الباسج ده شوية صعب. الافضل ان اكون شايف السؤال قدامي واقرا الباسج مباشره واحاول بقدر الامكان ما اسرحش, لان مشكله الناس كتير في الريدنج ان هما بيسرحوا كتير. يعني ممكن يقرا الباسج مره وبعدين يجي يقراها تاني وبعدين يجي يقراها تالت. مفيش رفاهيه في الاختبار ان اقعد اقرا كتير, مفيش وقت كتير ان انا اقعد اعيد وازيد في الريدنج. هو بالكتير بقراها مره, بكتير مرتين, اكتر من كده بيبقى ويست اوف تايم. فانا سكان ذا باسج فور ديتيلز,
انا بقرا الاول السؤال، فانا بيقول according to، افتكرت يعني في معظم الاسئله خصوصا في الامتحانات اللغه الانجليزيه الانترناشونال بليسمنت تيست، الامتحانات اللي هي لتحديد المستوى العالميه، بيكون لازم يكون حاطط لي زي كده according to passage. why؟ لان ممكن الاجابات كلها تكون صحيحه بس مش مذكوره في الباسج، فانا ممكن لو ما حطيتش الباسج دي، لو ما حطيتش العباره دي اللي هي according to passage، ممكن اختار اجابه اي اجابه فيهم تنفع، لانها قد تكون صحيحه فعلا في الواقع بتكون صح، بس انا مش عايز في الواقع، انا عايز اكتب الباسج دي. وهنا في نقطه كويسه وهي كويسه ومش كويسه، انه لو انا عندي اوريدي prior information، عندي معرفه سابقه عن الموضوع، ده حلو جدا ان انا familiar with the topic، عندي معرفه عن الموضوع، فبكون وانا بقراه انا حاسس ان انا فاهمه لان انا familiar with، انا قريت عنه قبل كده. دي حاجه كويسه فيها انه بتسهل لي وقت القرايه وببقى اوريدي عندي معلومات عنه. لكن مشكلتها انه بعض الناس بيستخفوا الحاجه دي، وخصوصا اذا كان مجال تخصصهم، يعني مثلا ما تخصصهم انفورميشن تكنولوجي، عندهم تكنيكال انفورميشن عن الموضوع ده، مشكلتهم ان هم احيانا ما بيقروش المسج اصلا، ويقول لك انا هجاوب بالمعرفه الشخصيه عندي، وللاسف ممكن ما يكونش، ممكن يكون اللي هم يعرفوه مش مناقض لموجود في المسج بشكل او باخر. ففي ناس بتاخد الموضوع او بتستسهل او بتفتكر ان الموضوع سهل، فمتقراش المسج على اعتبار ان هي اوريدي ده مجال تخصصها، فده بيكون غلط لانه بيعتمد على فهمه هو او على تخصصه هو، ما بيعتمدش على المسج الموجوده. وطبعا في الامتحان هو بيعتمد على موجود في القطعه. فهنا نكمل، فانا بيقول according to passage تبقى عن القطعة، which of the following statements was true of Fuller's round house، بيقول ايه البيانات اللي هنا او ايه الاختيارات هنا صحيحة بالنسبة لفولر round house. فانا بركز هو بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن ميزة موجودة في المنزل ده. فانا بيقول ده لان the late 1940s في اواخر التسعينيات الاربعينيات من القرن العشرين، طبعا ده 1940 ده القرن العشرين، لو قلت 1901 ده برضو القرن العشرين، القرن بيبقى السنة اللي بعده. يعني لو أنا قلت مثلا إحنا النهاردة 2020 ده القرن 21، the 21st century مش القرن العشرين، تمام؟ يعني إحنا في سنة 2020 ده بيطلق عليه في لما باجي أوصفه إن هو the 21st century القرن 21، فده القرن العشرين. بس ده مش موضوعنا عموما. فهنا بيقول في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين 30,000 people wanted to buy Buckminster's Fuller Round House. في أواخر القرن في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين 30,000 شخص أرادوا إنهم يشتروا حاجة اسمها اللي هي Buckminster's Fuller اللي هو Round House، المنزل المستدير ده، كان نوع من أنواع المنازل اللي اخترعه أو صممه واحد اسمه فولر، فعشان كده أطلق عليه. The house was based on an inexpensive design، المنزل ده بيكون معتمد على أو قائم على أو بيتم بناؤه على أو معتمد على an expensive design، تصميم غير مكلف. وهنا بقى برضو ده تريك بيعملها كتير التيسترز اللي هما بيعملوا اختبار test makers، شايفين هنا in expensive، ناس كتير لا يعني ما بياخدوش بالهم من in، هما مركزين على expensive اللي هو غالي، تمام؟ فما بياخدوش بالهم ان عندنا هنا كلمة أو suffix أو prefix in، ما بياخدوش بالهم منه. فده تكنيك بيستخدموه كتير التيست ميكرز، اللي هو يديك جملة شائعة ويحط لك لها prefix يغير معناها خالص، فللأسف ناس كتير ممكن ما ياخدوش بالهم منها. An expensive design مقصود بيها تصميم متدني السعر. It was made of aluminium، وكان مصنوع من الألومنيوم. Assembled in a factory، وبيتم تجميعه في مصنع. And weight only 6,000 pounds، وبيزن بس 6,000 رطل. Fuller اللي هو المصمم designed the round house as a way to provide an expensive housing that would make the most efficient use of building materials. فولر اللي هو المصمم بتاع البرنامج، سوري المصمم بتاع المنزل، صمم المنزل ده كطريقة علشان يوفر يوفر inexpensive housing، منزل غير مكلف أو إسكان غير مكلف، that would make the most efficient use of building material، منزل هيستفيد أو هيستخدم الاستخدام الأكثر كفاءة لمواد البناء. يبقى هو هيعمل مصنع منزل، المنزل ده ناس كتير جدا حاولوا يشتروه في الأربعينيات، وده كان في ده يعني في خضم الحرب العالمية الثانية، ففي ناس كتير فقدت منازلها، فكله كان عايز يشتري منازل زي ده. طبعا انا ما يهمنيش الخلفية بتاعة الموضوع ولا يفرق معانا، انا بس بقرأ ده الاربع سطور دول بقرأهم وبدور على الإجابة فيهم، ايا كان اللي اعرفه عن الموضوع مش هيفرق معايا كتير عشان اجاوب. فايه الميزة الأساسية اللي ذكرها هنا؟ هل الباكنجهام باكنجهام القصر اللي هنا باكمنسترز فولر، هل المنزل ده هل هو جميل؟ زي هنشوف الاختيارات هنا عندنا، حاطت هنا في الاختيارات it was beautiful it was no it was enormous، هل هو ضخم؟ it was affordable it was comfortable. طب اللي احنا قريناه ده ممكن لو ما قالش هنا according to passage، هو ممكن يكون المنزل شكله حلو وممكن يكون مريح،
بس احنا طبعا المسج اللي احنا قرناه في المسج، الميزه الوحيده اللي ذكرت فيها او اللي ذكر فيها ان هو بيتم تجميعه في مصنع، وان هو بيزن 6000 رطل، وان هو اسعاره غير غاليه يعني مش مكلف السعر. مرتين قال ان اكسبنسيف ديزاين ان اكسبنسيف هاوسنج، يبقى الافضل اجابه اختارها هنا اللي هي سي، ات واز افوردبل. افوردبل يعني ايه افوردبل؟ ان اكسبنسيف. افوردبل معناها في متناول الجميع، يعني سعره ما هوش غالي جدا. انا افوردبل مقصود بيها ان هو الديزاين بتاعه والبيلدينج ماتيريالز المستخدمه فيه وكل حاجه فيه ان اكسبنسيف، يعني غير مكلفه. طب ليه ما اخترناش ات واز بيوتيفول؟ لانه ما قالناش ان هو حلو ولا لا، شكله جميل ولا لا، ما نعرفش. ات واز انورمس، انورمس مقصود بيها ضخم، وطبعا دي حتى في الغالب هتكون غلط، حتى رغم ان هو ما قالش خالص حجمه، ما كلمناش ابدا عن حجمه، بس هو حتى وزنه مش كتير ففي الغالب مش هيكون ضخم. ولو انا بدور على منزل ضخم اكيد مش هدور على فولر هاوس، مش هدور على منزل في متناول السعر، انا عايز منزل ضخم ففي الغالب مش هيفرق معايا السعر. ات واز كومفورتبل، هو كان مريح، ما نعرفش يعني. ات كود بي يس، ات كود بي نو، it could be true it could be false، ممكن يكون فعلا مريح او لا، ممكن يكون كده او كده، احنا ما نعرفش. ليه؟ لان الباسج ما ذكرتش هو مريح ولا لا، فما خمنش هنا واقول اه لا اكيد هيكون مريح لانه هيكون سهل بناءه وسهل كذا فممكن يكون مريح. لا الله اعلم، احنا ما نعرفش. it could be right it could be wrong، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. فهنا بعمل ايه؟ زي اتفقنا بنقرا السؤال الاول ونشوف، نركز على التفصيل اللي قالها هو ايه صحيح في المنزل ده. فطبعاً الإجابة اللي تنفعنا هنا it was affordable، لأنه ده بمنتهى البساطة ده rephrasing لكلمة inexpensive. affordable معناها people can afford it، الناس تقدر تدفع ثمنه. okay نكمل مع بعض، نكمل برضو reading techniques. عندنا برضو reading، ده برضو كان سؤال موجود في الاختبار التجريبي بتاع فرانكلين هاوس، فرانكلين sorry فرانكلين exam. هنا an ants number of harmless creatures live in a healthy human being. هنا بيقول عدد لا بأس به، عدد ضخم من الـ harmless creatures، الكائنات الغير ضارة، بتعيش in a healthy human being، في جسم الإنسان السليم، الإنسان اللي هو بيتمتع بصحة جيدة، عنده في جسمه داخل جسمه في عدد هائل من الكائنات الغير ضارة. many are beneficial، الكثير منها beneficial. يعني إيه beneficial؟ أي حاجة، أي كلمة في اللغة الإنجليزية بتبدأ ببني معناها كويس جيد. benefit beneficial beneficiary، اي حاجه فيها بني حتى لو اول مره اشوف معناها، معناها كويس، معناها positive، معناها ايجابي. and perhaps even necessary، وربما حتى كمان يكون ضروري، يعني كتير من الكائنات دي مفيده لينا، useful، وكمان ممكن تكون important، يعني من غيرها نتعب. research suggests that، البحث بيوضح ان that microorganisms that ordinarily exist in a human being may be vital to triggering the body immune response which helps prevent illness. بيقول ان البحث بيوضح ان المايكرو اورجانيزمز، الكائنات شديده الصغر اللي عاده ما بتوجد في الجسم الانسان او في الجسم البشري، عاده بتكون فايتال. فايتال معناها افكتيف، فعاله او سيجنيفيكانت او امبورتنت او فاندامنتال، اساسيه او جوهريه، تو تريجرينج ذا بوديز اميون سيستم، مقصود بيها ان هي علشان تحفز استجابه الجهاز المناعي في الجسم، which اللي بدورها helps prevent illness. prevent illness مقصود بيها بتساعد في منع المرض. السؤال هنا بيقول okay again according to the passage، وفقا للباسج. انا عندي هنا بالظبط 3 سطور وربع، انا مش مسؤولة عن حاجة في الكون الا 3 سطور دول بس، يعني السؤال اللي هيجي لي انا اجابتهم المفروض تكون موجودة في 3 سطور دول بس، بغض النظر عن اي معرفة سابقة، بغض النظر عن اي سنتاج شخصي، انا مطالبة بس بدول. فهنا بيقول طبقا للباسج، مايكرو اورجانيزم ذات نورمالي اكزيست ان هيومن بودي ماي، الكائنات شديده الصغر اللي عاده ما بتكون موجوده في جسم الانسان، ربما بي هارد تو ستادي بيكوز اوف ذير سايد، صعب، ربما يكون صعب دراستها بسبب حجمها. طبعا اي حاجه مايكرو وخصوصا في الميديكال ترمينولوجي، اي حاجه مايكرو مقصود بيها ما اقدرش اشوفها بعينيا، شديده الصغر ما اقدرش اشوفها ويز ماي ايز، لازم استخدم مايكروسكوب، فحجمها اكيد صغير. بس انا ما استنتجش اقول اه اكيد صعب، اكيد طبعا الاجابه دي صح، لانه هي صعب، حجمها صعب دراسته لانه حجمها صغير جدا. طب هل ده ذكر في القطعه؟ لا، يبقى الاجابه دي خطا، not mentioned، ما اختارهاش. يبقى زي ما احنا اتفقنا ال not mentioned حتى لو استنتاج قوي هيكون صح، طالما not mentioned ما استختاروش، طالما السؤال مش استنتاجي، السؤال بيسالني عن explicitly mentioned answer، اجابات مذكوره صراحه في القطعه، دي ما اختارهاش. طب نيجي ب prevent a body's immune system أو immune response، بتمنع استجابة الجهاز المناعي، ده أصلا مناقض للي ذكر في الباسج، الباسج بتقول إن هي triggering the body immune system response، في ناس يقول لك آه صح إحنا شايفين body immune response وعندنا كمان body's immune response، الاتنين شبه بعض. literal answer إجابة حرفية، خطأ.
ليه؟ لأن الفعل هنا trigger معناه يحفز، يشغل، يدفع، إن هو يدفع بالtriggering يعني يحفزه إن هو يبدأ يخليه يشتغل يعني. هنا prevent يمنع، الاثنين عكس بعض يعني. again ما ركزش على الشبه، ما قلتش لا أصلي بالشبه، هنا نفس الإجابة دي مذكورة فوق. لا، هو مش امتحان، مش امتحان elementary، مش امتحان بسيط، أو مش امتحان هو في مستويات أولى، ده امتحان تحديد مستوى، في الغالب هيضحك عليا بحاجات زي كده. فده طبعا كمان استبعدها لانها literal answer وكمان مناقضه للي موجود في الباسيف. المشكله هنا لو انا مش عارف كلمه triggering معناها ايه وكلمه prevent معناها ايه، فممكن اختار ده على اعتبار ان الاثنين واحد. لا، هما الاثنين مش واحد. be a sign that a person will get sick، ممكن ده يكون عرض او اشاره لان الانسان هيكون مريض، ان المايكرو اورجانيزم دي بتبدو او بتكون ممكن استخدمها من ضمن الاعراض اللي بتتنبا ان الشخص ده هيكون مريض. طبعا ده عكس كمان الموجود في الباسيف، لانها لا، هو قال ان هي vital مهمة لأنها بتحفز الجهاز المناعي ومن ثم تمنع المرض. الإجابة اللي بتدينا المعنى ده this one helps to keep a body healthy. helps to keep a body healthy ممكن عليها بطريقتين، اللي هي من هنا help prevent illness بتساعد في منع المرض. يعني إيه منع المرض؟ يعني مساعدة على الحفاظ على الصحة. يعني أقول إن الحاجة دي بتمنع المرض معناها بتحافظ على الإنسان سليم. وممكن كمان أجيبها من فوق، ان هي beneficial ان هي مفيدة، بس دي عامة شوية، وكمان necessary ضرورية. تمام، فهي دي تنفع دي وتنفع دي، ممكن اجيبها بالطريقة دي، ممكن اجيبها من الكلو هنا او ممكن اجيبها من الكلو هنا. يعني امتحانات مثلا زي امتحان الايلتس في الغالب بيديني two clues، بيديني اتنين جملة مفتاحية عشان خاطر احل الموضوع. في اللي جاي سؤال زي كده specific details، في specific details بعد ما بقرأ السؤال بتجنب الاجابات اللي غير مذكورة في القطعة اللي هي not mentioned answers، بتجنبها خالص، زي اللي فوق دي اللي هي A ما ذكرتش في القطعة أصلا فتجنبها. contrasting answers زي B، الإجابات اللي بتكون متناقضة مع اللي موجود في القطعة، فغالبا هو بيضحك عليا يديني نفس الجملة بس يغير الفعل أو يديني جملة معنى مختلف، فطبعا ده غلط بنتجنبها هنا. ممكن هنا كمان بيتكلم عن التكنيك الثالث look for words of description keyword of description، بمعنى انا جات لي باسج ما عنديش وقت اقراها كلها طويله، وفي نفس الوقت انا مش فاهم الباسج، فيها اسئله كتير او فيها كلمات كتير انا مش فاهمها. طب في الحاله دي اعمل ايه؟ read the room بمعنى انه شوف السياق العام بتاع الباسج ماشي ازاي. يعني مثلا اركز هنا على الادجكتيفز، لو انا عندي سؤال زي كده بيسالني عن adjectives، اسئله معينه بتسال عن وصف معين، اركز عن الadjectives. الadjectives المقصود بيها الصفات او بشكل عام الكلمات، الكلمات المستخدمه في القطعه، هل هي positive ولا هي negative. positive يعني مقصود بيها كلمات كويسه، الconnotation بتاعها ايجابي وان الكلمات دي بتعبر عن حاجه كويسه. negative مقصود بيها انه لا، ان هي كلمات سلبيه وبتدي شعور انه لا الحاجه دي سيئه. فمثلا هنا بيسالني سؤال عن what does the passage suggest about a big snowfall in a large city. big snowfall تساقط كبير للثلوج in a large city في مدينه كبيره. اوكي، وجايب لي هنا passage دي طويله، حاولت مثلا اقراها لقيتها صعبه. فانا مثلا هنا بيقول the impact of the deep snow of 26.4 inches on traffic in the New York City area was staggering. Staggering streets and highways were rendered impassable to vehicles. At least 10,000 automobiles were like abandoned in the snow, and the bus, the subway lines were almost totally paralyzed. All airplane flights were suspended. Harbor shipping was brought to a halt, and railroad service was canceled or subjected to long delays. New York appropriated $7 million in addition to the already allotted like $1.3 million for snow removal and economic losses, like, you know, during the December, that December were incalculable. calculate مقصود بها محسوب أو يحسب هنا، إن calculable مقصود بها لا يمكن حسابها، لا تحصى يعني. طيب أنا مثلا جات لي بس ذاتيات كلمات كتير مش عارفاها، طب أعمل إيه؟ والسؤال هنا بيقول لي طيب الباسج بتقول لنا ايه على البيج سنو فول؟ ندور على الادجكتيفز. هنا عندنا ستاجرينج، عندنا امباسبل. ستاجرينج مقصود بيها صاعق او مذهل، بس هنا مش بيديها الايحاء اللي هو حاجه كبيره، يعني تاثيره ضخم هائل، تاثير ده هائل. طب التاثير ده بقى هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طب نشوف. هنا بيقول امباسبل يعني الشوارع والطرق غير قابلة ان حد يعدي فيها اصلا، يعني مش سركة، يعني مقفولة، شبه مقفولة. vehicles مقصود بها المركبات، يعني العربيات والباصز وكل حاجة مش عارفين يعدي في الشوارع.
على الأقل في 10,000 اوتوموبايل ار وير اباندنت. اباندنت بتبقى طرق، طرق مهجور. اباندنت كلمة وحشة جدا على فكرة، وحشة بمعنى نيجاتيف، يعني عمري ما اقول ان الشخص ده اباندنت ومقصود بيها الشخص ده هيكون سعيد، لا، الشخص ده تم هجره او تم التخلي عنه. لو قلت اباندنت هاوس مقصود بيها منزل مهجور، فكلمة اباندنت نيجاتيف. كلمة امباسبل نيجاتيف، لأنها بتقول غير قابل للعبور. كلمة suspended، suspended مقصود بيها واقف، suspended مؤجل أو واقف، يعني وقف، تم إيقافه. رحلات الطيران تم إيقافها، السبويز والمترو والباص وخطوط الباص وخطوط المترو totally paralyzed، أصيبت بالشلل، يعني أصيبت بشكل شبه شلل. You know، حتى كمان الهاربر شيبينج الشحن البحري brought to a halt. halt مقصود بها stop، توقف. الشحن البحري توقف، الرحلات الطيران تم إيقافها، المترو الأنفاق أصيب بالشلل، الريل رود حتى القطارات canceled، تم إلغائها أو على الأقل subjected to long delays، أو على الأقل تم تأجيلها لفترات طويلة. طيب كل الصفات الموجودة دي، حتى لو أنا مش فاهمة كل التفاصيل بتاعة الباسج، وعلى فكرة نصيحة في الريدنج مش مطلوب مني أبدا أفهم every single detail، أبدا مش مفروض أفهم every single detail، لا مش لازم. اوكي appropriated هنا طبعا هنا بيقول ان الدوله نيويورك سيتي، مدينه نيويورك سيتي او ولايه نيويورك سيتي. كمان اضافت 7، تخيل هو المفروض بتحط بس 1.3 مليون، يعني مليون وثلث دولار عشان ازاله الجليد كل سنه. السنه دي زودت 7 مليون على المليون وثلث ده، يعني اكتر من 4-5 اضعاف، اكتر من 6 اضعاف. تمام، فهنا هل ديت حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ يعني حتى كده هي ديت، هل بس دي اي حاجه ايجابيه؟ لا طبعا. فحتى انا مش فاهمها 100%، بس انا شايفه ان حاجات كتير هنا سلبيه. هنا عندنا لوزز، لوز يعني يخسر، خسائر الاقتصاديه كانت ذات في ديسمبر ده كانت غير قابله للاحصاء، يعني لا تحصى لا تحصى. فنيجي للاختيارات، حطيت لي ات كان بي لوت اوف فن. تمام، في ناس بتحب جدا السنو وبتحب تلعب في السنو، بس هل القطعه دي كلمتها ان هو كان فاني؟ لا، هي ما كانتش فاني. لما يكون سنو بسيط اوكي، لكن لما يكون بيج سنو فول وان هو كبير اكتر من المتوقع، في الحاله دي مش هيكون فن. فطبعا استبعد دي، حتى لو مش فاهمه كل الجمل اللي اتقالت استبعد دي. اتس بيوتيفول تو سي، جميل ان انا اتفرج عليه. لا برضو ممكن ناس تحب سنو فول وتعشقه جدا، بس هنا في الباسج هنا مش واضح ان هو جميل ولا حاجه، بالعكس ده كان يعني سورس اوف ترابل، يعني كان ترابل ميكينج، اللي هو كان مشاكل، ما عملش الا المشاكل. فطبعا A و D نستبعدها لانها positive وانا عندي الباسج كلها negative، فاستبعد A و B. طب نيجي ل C، it happens every year، بيحصل كل سنة. هي السقوط السلوك بتتساقط كل سنة، لكن هنا جايب لها الكيورد اللي عندي كلمة that December، في ديسمبر اللي فات، اللي هو ديسمبر ده. فانا بتكلم عن شهر محدد في سنة محددة، انا بتكلمش عن every year. it is not an annual event، ان يحصل تساقط للجليد بشكل كبير مش متكرر كل عام. You know. فالإجابة عندي هنا it can be very expensive، يعني غالي جدا، لأن كل الدولة تكلفت فلوس كتير جدا عشان تشيله، أضعف المتوقع. خدمات المترو والشيبينج والشحن البحري والجوي والطيران والكلام ده كله خلاص توقف، فطبعا ده expensive يعني مكلف جدا. تمام، آخر حاجة أتكلم عنها في الجزئية دي، إنه الامتحان بتاعنا اختياري، وغالبا في الريدنج ما عدا الايلتس، طبعا الايلتس مش كله بيكون اختياري، لكن التوفل الدولي او المحلي او الاكسفورد اكزام او فرانكلين اكزام او ستيب اكزام، الريدنج بيكون اختياري. اعمل ايه لو انا بقى سيبنا من كل اللي فات، اعمل ايه في الريدنج؟ اول نقطه اولى انه لو اختياري وفي حاجه انا مش عارفها ولا تبيجري مني، احط الاجابه، يا اما احط كله بي، يا اما احط كله دي، يا اما احط كله سي. وما اقول كله بي او كله دي او كله سي، انا ما بقولش القطعه كلها او الاسئله كلها. يعني مثلا عندي 20 سؤال، هل ينصح او هل يعقل ان احط كلهم بي؟ طبعا لا. لو انا حطيت ال 20 سؤال كلهم بي، بتتحسب اجابه عشوائيه والطالب بياخد زيرو، ودي بتحصل وحصلت كتير. الطلبه بياخدوا زيرو عشان بيجاوبوا بشكل عشوائي في الامتحانات الاختياريه اللي كلها اختياري. فأمال أنا أجاوب إيه؟ لأ، بين البنين. أنا مثلاً سي عرفت أجاوب من 10-15 سؤال، جاوبتهم بنفسي أنا، يعني مرة A مرة B مرة C بناء على فهمي أنا، وفضل لي مثلاً من 5-7 أسئلة. الأسئلة دي عشوائية، بمعنى إن هي مش شرط يكونوا ورا بعض أو كده. في الحالة دي ممكن أخلهم كلهم بي، اللي أنا مش عارفه، بس اللي أنا مش عارفه هيضيع لي وقتي ومش عارفه، ممكن أخليهم كلهم بي اللي أنا مش عارفهم. لأن كتير يا جماعة والله في ناس فهم الموضوع إن أنا حل كله بي، بمعنى أخلي كل الإجابات بي، وده غلط. انا بتكلم عن الحاجات اللي انا مش عارفها، يعني مثلا السؤال الامتحان 20 سؤال وانا مش عارف منهم 6-7-5 اسئله، اللي انا مش عارفهم هخليهم كلهم بي او سي.
ومش شرط يكونوا تحت بعض، ويستحسن كمان ما يكونوش جنب ورا بعض، يعني يستحسن يكونوا متفرقين، لانه كده مش هيبقى اجابه عشوائيه، هتبقى الامتحان اما A B او C او D. فانا اخترت اوريدي 17 سؤال او 15 سؤال بالشكل اللي انا فهمته، فالثلاث اربع اسئله دول مش هيبين اذا كانت اجابه عشوائيه ولا لا. فخلي كله يا اما بنسميها تكنيكس ولا ليتر اوف ذا داي، بمعنى ان اخلي يا اما كله بي يا اما كله سي يا اما كله دي. والتستنج تكنيكس يكون ان 65% من الاجابات بيكون بي او سي، بس بما ان كتير من الاكزام كانديديتس كتير من اللي بياخدوا الامتحان عرفوا النقطه دي، فبداوا شويه يحطوا كمان دي. فاختار يا اما اختار بي يا اما اختار سي يا اما اختار دي. ليه ايه مستحسنش؟ لانه هو عشان يضيع الوقت، فمش بالشرط يحط لي الاجابه الاولى هي اول اجابه، او الاجابه الصح هي اول اجابه، لان اللي فاهم ومخلص اول ما يقرا على طول هيختار الاجابه الايه الاولى، مش هيقرا بقيه الاختيارات. تمام، فدي نقطه برضو مهمه. النقطة التانية انه لو الامتحان بسيط جدا، لان في امتحان فرانكلين ده كان في سؤالين ثلاثة في الامتحان التجريبي، الاجابة كانت فعليا واضحة جدا، يعني متاخدة كده كات وكوبي من الباسج. فحتة الاجابات الحرفية بتكون غلط طالما الامتحان مستوى عالي شوية، فنصيحة ما بيكونش ما نختارش الاجابة الموجودة نصا في القطعة، اللي موجودة بالنص ان القطعة في الغالب دي بنختارهاش. لكن لو الامتحان بسيط جدا، بمعنى الامتحان سهل قوي، الامتحان سهل جدا جدا، في الحالة ديت هو مفيش قدامه غير يجي لي السؤال الموجود من القطعة، بيكون إجابة يعني مثلا زي كأني بحط امتحان مثلا لجريد 1، امتحان الصف أول، أو امتحان لطالب في ليفل 1 في المستوى الأول، في الحال دي بسهل عليه وبجيب له الإجابات واضحة جدا. أتمنى الامتحان بتاعك يكون سهل، إن شاء الله يكون سهل. بس أنا أقصد دي التكنيكس بشكل عام بيغطيها معظم كتير من الريدنج تكنيكس، اللي هو المين ايديا والسبيسيفيك ديتيلز. هنكمل في الجزء الجاي بقية التكنيكس.